السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو أنا في البيم 360 جلو. دلوقتي باجي هنا أقول له أنا عايز أشوف المودلز، تمام؟ ده المودلز اللي عندي. طيب ممكن أجي هنا أروح مختار مثلا الميكانيكال، وأختار مثلا الإير تيرمينال ديت، أي واحدة فيهم. لما تيجي تختارها هتلاقي عندي حاجة اسمها كرييت فيس زين مود، اللي هو اسم الفاميلي، تمام؟ هيقدر يعملها اكيوبمنت ست. لو انت جيت هنا على الاكيوبمنت ست، تمام، ودي اللي هتستخدم في بيم 360 فيلد، تمام، هتلاقي ان هو بيقول لك مفيش اكيوبمنت ست حتى الان اتعمل لها كرييت. طيب لما انا هاجي هنا على العنصر دوت واقول له كرييت، فيبدأ يعمل لها كرييت بالشكل دوت، ويبدأ يعرف عددهم قد ايه بالظبط، تمام، اقدر يشوفهم قد ايه هنا ويجيب عدد. طيب ممكن تخش مثلا على حاجة تانية زي ال security device مثلا، ممكن تختار مثلا ال data device، أو تختار اهوت، هتقول له انا عايز كرييت شيل اكيومنت سيت، هيبدأ يعمل لها كرييت. ممكن حتى الابواب والشبابيك تعمل لها كرييت للاكيومنت سيت الاركتكشر مثلا اهوت. ممكن تختار مثلا الدور اهوت، اعمل لك اكيومنت سيت اهوت، وعدد العناصر اللي موجودة هنا.